محتار؟ بتدور على طريقة توصل بها فكرتك أو منتجك إلى الهدف المطلوب؟ أكيد أنت بحاجة إلى فيديو إعلاني. طيب أي نوع من الفيديو تختار؟ بدون تفكير الوايت بورد أنيميشن. الوايت بورد أنيميشن طريقة بتوصل بها رسالتك إلى المشاهد بطريقة بسيطة وممتعة. من أمثلة ذلك تسويق المنتجات الإعلانية وعرض القصص التوعوية وعرض الأفكار التعليمية. أنا رائد يوسف. Whiteboard Animation Designer. هدفي تحويل فكرتك إلى فيديو Whiteboard Animation احترافي. هكون معك من البداية حتى النهاية حتى نوصل إلى فيديو قادر على جذب عدد كبير من الناس وتحقيق رضاهم. فيديو بسيط وممتع وقادر إنه يحقق الهدف المطلوب.